شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. بناي خاي جورو مهربان صلاي خاي جورتان لبي بينران وبيسراني كنالي آسماني بيام لە پایتەختی هەرێمی کوردستانە و لە شاری قەڵە و منارە خۆشحاڵین لە بەرنامەی سەدای زێڕین بە ئێوە بەڕێز شاد دەبینەوە. خۆشەویستان بۆ ئەم ئەڵقەیە میوانداری مامۆستایەکی بەڕێز و خۆشەویست دەنگێکی خۆش و ناوازەی شاری هەولێرمان کردووە، ئەویش مامۆستا نیزامەددینە. خۆشحاڵین کە داوەتەکەی ئێمەی ڕەت نەکردەوە و پێشوازی لێ کردی. سەرەتا مامۆستا جیان زۆر بە خێراتن دەکەین. خۆشحاڵ بووین کە لە بەرنامەی سەدای زێڕین میوانداری قبول کردین. وعلیکم السلام و رەحمەت الله و یاخۆ بە خێر بێ سەرچاو. مامۆستا جیان سەرەتا دەمانەوێ خۆت بە بینەرانی بەڕێزی خۆشەویست بناسێنی. پێشەچی الحمد لله و صلاة و سلام على رسول الله و على آله و أصحابه و من والاه. خێراتنێکی گەرمتان دەکەین لەو مانگە پیرۆزەی مانجی قورآن داواکانی خدای پەروەردگار تەعات و عیبادەتمان قبول بکە و خدای رەب العالەمین ڕوومان سوپی بکە و حوسنی خاتمەمان پێبەخشی. ئەمن خزمەتکاری ئەو قورآنەیمە نیزامەددین یونس عەزیز لە مزگەوتی باوکم یونس عەزیز لە هەولێرێ ئیمام خەتیب نزیکەوە 20 ساڵە و خەریزی کۆلیژی پەروەردەی بەشی زمانی عەرەبی و ئیجازەی مەلایەتی شم هەیە لەلایەن مامۆستا بەڕێژی خۆشەویست مامۆستا مەلا عەبدولقادر بەحەرکەیی و ئومێددەوارین خودای پەروەردگار تەعات و عیبادەتمان قبول بکا و ئەو خزمەتی کەوا دەیکەین بە ئیخلاسیەتەوە خودای رەب العالەمین ڕەتی نەکاتەوە ئینشاءەڵە. زۆر خۆشحاڵ بووین مامۆستای بەڕێز. جەنابت لە ساڵی چەند لەدایک بووی و لە چوە لەدایک بووی؟ ئەمن تەمەن لە شاری هەولێری لەدایک بووی. موالیدم 1967 نزیکی 50 ساڵ و چەند مانگە. خوای گەورە بەرەکەت بخاتەمەت ئینشاءەڵە. ئەو ژیانەمان بردە سەری لە شاری هەولێری. زۆربەی کاتیشە لە شاری هەولێری بوومە، تەنها 3-4 ساڵ لە شاری مووسڵی، ئەو کاتێکە لە ساڵی 85 و 86 لە کۆلیژ لەوێندر دەماخی. بەڵێ مامۆستا جیان، خوێندنت وەکو خوێندنی پرۆگرامی خوێندن لەکوێ دەست پێ کرد بە خوێندن سەرەتایی؟ سەرەتایی تەمان خوێندنی من بە زمانی عەرەبی بوو لە مەکتەبی خۆشەوی دوایێ لە سەرەتا لە هەلگور دوایێ لە خۆشەوی پەیمان دوایێ لە مزگەفتی ڕیسالە لە مەکتەبی ڕیسالە و ئاخر چشت لە کە مزگەفتی سپی لە مەکتەبی قوتابخانەی ئۆخۆوە. پاشان 36 مان تەواکرد لە کۆلیژی پەروەردە لە جامیعەی مووسڵی وەرگێڕی. ساڵی چەند کۆلیژی تەواکرد لە جامیعەی مووسڵ؟ تەقریبەن لەگەی ئینتیفاضەی ساڵی 1990 لەو فترەی تەواومان کرد. بەڵام زروفەکە ئیوەی نەبوو کە ئینسان تەعیم بی و هەتا ساڵی 2000 لە 99 دەستمان بۆ مزگەفتەی کردو بە پارەی باوکم کە مزگەفتەکەمان تەواکرد ساڵی 2000 ئیمامەتیم تێدا کرێت تا ئێستا. بەڵێ مامۆستا، سەرەتا باسیەوەت کرد کە ئیجازەی مەلایەتیشت هەیە. خۆناغەکانی خوێندنی فەقەیاتی کەی دەست پێ کرد؟ بەڕاستی ئەمە وەکو خۆناغی فەقەیاتیمان نەبڕیە وەکو فەقەیاتی، بەڵام لە خوێندنی ئەکادیمی مەکتەب و کولیە، پاشان لە مزگەفتی مامۆستا مەلا ئیسماعیل نانەکەلی، پاشان ئێستا مزگەفتی ئەو بەڕێزی کە ئەحمەد ئیسماعیلە، خوددا یادیان بەخێر بینی و خوددا باوچ عفو بکا ئینشاءەڵە خزمەتەکی زۆریان بە شاری هەولێری کرد لە هەموو بوارێکیەوە. بەڵێ تەمەن بوهاری دینیش خەڵک کە ئەحمەد ئیسماعیلی دەناسی بەس بە کارەبایی بە دەوازن و بۆشتانە، بەڵام ئێستاش خزمەتی مامۆستایان دەکەن. بەڕاستی ڕێگای باوچ خۆیان گرتووە مەلا ئیسماعیل نانەکەل مەلا باوچیان خوددا عفی بکە. مامۆستا مەلا عەبدولقادریش بەردەوام ئەو مامۆستا گەنجانەی لە شاری هەولێری دیان بینی، زۆربەی دەرچووی ئەو قوتابخانە 3 ساڵە، پاش 6 ساڵە ئیجازەی مەلایەتی وەردەگری. خوای گەورە سەرکەوت کە ئینشاءەڵە.
ما وسجن ديار زنابت ما شاء الله دنگي شي خوش و نوازت هي و خلق زور سرسام بدن جي بارستان سرتا خويني قران چون دس فکرت لسرتا قران طبعا لم دالي و رغبتم له ابو بلام يكم زار بوكا سال دواز سال و تمنم روشان لگا باكم لمزگفت يك بو مناسبه بو مش دانش يعني او تمشي لگا بام تصوم وتكرم لزيخهم ببي او زيجواز وشتان نبو او كاتي وتي حزم لي عشرة شقراني بخيني طبعا لسرتا نسان واباشا وابين باشا مقلد يعني تقليد بكا امكانيتي دنجي هبي بلان تقليد بكا حتى دقات الرادة چي صوتا چي خوي لو خوي پيدادا بيتن لبداياتي رحمة الله علي تقليدي محمد صديق من شايم دكرت ازكا اتكانم خين يكم زاربو بله تمام دو سال تقریبا یه چی متوسطی دوم لو کاتی دا بابشم طبعا زور تشیعی کردم کات یعنی هان دلی سر چی دست پی کردن و قرآن خواندن و بدن خوشی باب کد با تمام او کاتی لهولری قرآن نو بلی قرآن از بلی قرآنم کریا هدیم کرد پیان پیش اند امکت هدیم کرد مکتب قبل لهولری کتاب قرآن اشتوال لبغداد دینا بله لا قیصری اوی زل شتواد درن پیان دا گود ملا تها پیاوش اختیار بو قرآن چی دانا بو دو سی سال مر او قرآن مرق کرد نج دا فروش را بله. قرآن چی اون دا گوره بو طبعی المانی پیدا گود را همون روش دا چوم روش اگ ناروش اگ تماشان دا گبزام دا فروش را یعن کنه دا فروش را کیفم پیدا گرانیش بو چاره دا کرد پاره خر کیو لیو پاره ما بیتن بکرم پاره هر خر نبو پارم نبو یعنی لیبز دای بو روش چند برادر چینیزی چی بابم و بابم که میگوید گوتی او کرا زور زور حزیلی لو قرآنه یا زا حزمالی او قرآنه بچین و تی برو بزانه اتو بزانه که ولی چوین نازم با پینز دیناری بو او کادی با شش دیناری بو ولی قرآنه کم راز دست دایون نه باش خوم دانه و او پیاوی لگرم برادری با مامستا احمد عباسی هیا یادی بخیر بی پیاوی چی بر ریز وقت خوی رفیقی بام کن با لپنزاکان و لشیستکان او کاتی بام خیندواری نبوا همه روش جمعان دا سوی نمالی او پیاوی تفسیری بام دگو تفسیر قرآن روشان جمعه پاش عصران دا سوی نمالی داری او کاتی تمنم شش سال بام از اکا قرآن کما اینا تکانه گوتا کرم بچین تان کری امنی خوش دویست خوش دویست لبرای رغبتی دین و زوره بولا من دالی و ماله. يعني 56 سالي نيوج جماعه لقى بام دتوم وتم على بابا ب 6 دينار وتش قلتم 6 دينار برك بام بيتيك تو فارك قال لك زور بكاتي لصالح حفتاو نو بشتا جوا باشتا بو كنت كور مون ده باري له تشي بين مامن دعاء كزاني برادرك اي بام اقناع كردو قرانك زور زورم بي خوش متا احتمال بديان ختمه زورم دكر هر ختمه كم تو دكر لو داكم پاش ایدم گفت لو بام، از زدم گفت لو داکم، از زدم گفت لو بام. تمام زور خدمتی میان کردیا. بله. و زور خوش انسان باب چی؟ اما من دی نبودم باب چی خوام، اما بدات چی خوش مال برای آن مسلمان بون، آن سبب هدایت ایم بون. ولی من گن زیوای ده بینی، هر چیز لمس زور خورست را. من دی ده بیاتا باب کو دات چی هدایت داد ریاتا بجای دکن زور گن زی براستی ام دیان ناسم. باب چان عرق خوره دلی والله سلازی ده کما دبینم عرق ته ده امام است راست ته تک دسم هر دلم صبر بگره خدا رب العالمین ان شاء الله هدایت باب شود ان شاء الله ما وسه جان سرتا بچی سرسام بوی و کودن گون و کودن بله و کودن هر کو باسم کرد محمد صدیق المنشاوی دای پاشوی عبد الباسط عبد الصمد دای پاشوی حصاری او ذا قراء کان عراقیش براستی بله وليد ابراهيم حافظ خليل اسماعيل او انا براستي يعني مكانته تشبر زيانه بالعراق ولا زيان اسلامي بله زياتر زوربي قارئ كان بوانيان راز دس بيغلاني تقليدي واني عند كرده كتقليد دكيوا زمانه قد راز دبي يعني او لا ولا هناك از باشان بدنگ موهبتي خوشت هيدي هيدي دنگش دروز دبيت دقيقه اگر ازدي ما وسجان هندق ايات مان بدنجي محمد صديق المنشاوي بخوني كي كم زار والله امن صديق المنشاوي لمجا نخي احتمال 25 صالج دبي 20 صالج دبي بلام دنجي عراقي
خندی توزور دعای شال دینی سی بدن جی عراقی شند قرآن خب سرتا بدن جی صدق المنشای صدق المنشای براستی او لحن و آواز کم زور لبیر نمایه لبر وی تقریبا 20 ساله هر لوم از گفته هر بدن جی خون دخیل مو هندک زار تقلیدی هندک کاری اجدا کم و لست طلباتی خالش توان بله حذیله مثلا آوازش کاریگری خویه تاثیری خویه بلام تنها دنگ نبیتن بله دنگ که لگر فهم کی لگر تدبر کی لگه ایمانکش بله اگر قرآنی بکنه آواز و لحن براستی زوهر و مکانت و هیبتی نامینه بس دنگ بیت راست از اگر تو عراقی دلو دخینیم برا چی؟ بی خوینه فرمو اعوذ بالله من الشیطان الرجیم كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق بارك الله جزاك الله خيرا ما سجن خواهي قورا او دنگت هر بمينيه و هر زلال بي ان شاء الله ما سجن بابين باسي قوري قرآن و قرآن خمدن كين دياره براستي قرآن بريتيا لو كتابة قوري كخواهي قورا نازلي كريا بوسر امتي پیغمبر صلى الله عليه وسلم بالام لواني زورك من تناوك خوينو بخوينو بقوري او قرآن من لبابا ديارنا كتبه راستي لوي دست بيه دكم انسان بقصي خوي دست بيه نكا بقصي بيهي قوري دست بيه بكا امامي عثماني قري عفان دفرمي لو طهرت قلوبكم ما شبعت من كلام الله اقد لكانتان باق بي تاق بي تيرنا بي لقصكانو لقرآن بيروس مالي خداي پروردگار عند كفايه فرمي لو انزلنا هذا القران على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشيه الله وتلك الامثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون او قرانا اقربيتو ضلكان دهجيني اما وفدك هاتنا لاي امام ابو بكر لشار مديني لا يمن راهاتن باج وفاتي بيغمبر صلى الله عليه وسلم الله عليه وسلم وويستيان سامن با يكم خليفة مسلمان هم كوي كجيبستي هندك آياتي سورة حديد بون كخداي رب العالمين لسورة حديد فرمي ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق أو أفدي زمعتك ليمن هاتبون كجيبستي أو آياتان بون قلت يعني هكذا إمام أبو بكر كقريان تأثير يعني اللي كرت إمام أبو بكر يشفرمي هكذا كنا قبل أن تقسو قلوبنا إيما جوكو إيوبين كقرآن ما بسر دادا خندراوا دست ما بگریان دا کرد بلا میستم دل ما تون بو کاری گری و تأثیری وکو اینا ایوانا که طبعا قصه امام ابو بکری اوانیه که قرآن تأثیری لینا که امام ابو بکر عائشه کسی وصف دا که کاتی که پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مرو بی ابا بکر فلیصلی بالناس امر بکن که امام ابو بکر با پیشوایتی و امامتی لو مسلمان هم که فرمي باوكم ناتوان امامتي بك ان الرجل ان ابي رجل اسيف ضلي كك قالك ناسك قالك بسوزا ناتوان قراني بخين لامامتي امامتي معناه بيناكري بله اذا امامي ابو بكر وابلي براستي
اوي بي هر وك سلف صلاه ده فرمون لګه خدای قصيب کبا قران بخيني مله راستي خوشويستان او خلکه کوا تو شي نخوشي دروني بو هوکاری سرچی دور بویت ول قران فیروز او قران تنالو بشرین او قران لو زنا او قران لو شاخ و دار و برده او قران لو عجله عجلش جیدایته و زنش جیدایته پیغمبر ایما پیغمبر زنی وینسا پیغمبر ایما او قران خینته و راستی زنکان دوره لدا جیبست او قران بین بوینه هر وک ول قران فیروز ده هاتو و هندک آیته نازن یعنی زیگای سر سرمانه که دخندریت و هندک تأثیری لینا که مثلا آیتی الم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر الله عبدالله کری مسعود دی فرمون لگه ابن عباس ما کان بین اسلامنا و ان عاتبنا الله بهذه الآیه الا ثلاث سنوات سی سال بو ایمان من هنا بو با خدای پروردگار خدای رب العالمین عتاب لیه مگرد رخنی لیه مگرد آیا کاتی اوینات یضل کانتن بهجه یوم الكذب بین ولای رب العالمین سی سالت سبو لما کی کاتنا مدینه اوی سندار خرما چو اوی حشتره چیبو اوی خری چی نک دنیا یبو لبروی لمدینه فتوحات غزا کان دست پی کرد بلهم خدا رب العالمین بو آیتیان فکیف تتقون ان کفرتم یوما یجعل الولدان شیبا روزک داده کوا کور پساوا لا احوال روز قیامت سری سپیده بی یعنی آیت که براستی زیگای زور زور دبی تدبری بکا انسان فبدا لهم من الله ما لم يكون يحتسبون یعنی هندک شته لدنیا حسابا چلو خود دکی واد زانی که امام خطیبی حج و عمرت کردیا مزگفت دروس کردیا خیر و چاکت کردیا واد زانی لدوی پیغمبری دا چی باشتی سلام گمانی باش زور زور مهما بلام گمانی باش دبی عملی باش شیل گرمی مله ازا او آیتا و بدا لهم هندک دین روز ساحه محشر لویان بدیار دا کهوی زور چیز گور رایا او باشتای فکر لیده کرده و باشتی لونیه دبینی رگایا که غیری باشت دی هاجون لبرت کردارا که شرکش تیدا بوا کردارا که همو ریا بوا کردارا که لو خدای نبوا او قرآن کوا زیگای لیون دی رمان کان حیان ويحق القول على الكافرين كرديت تجارته كرديت انا سلعيك يعني وكو مصلحه تدينك مصلحي ماله قران تجارتي في ذاك انه كاتما صاغر بتماني بسارش كن ارشي قران خوينان زو زحمته عيسى براسي ارشي نك اواني بفارد خين اواني هلا لا شي داني راخيني براسي يعني اواني كخويان بمتقي دادنين كإماما كبيشواتي لو خلتش دا كان كلمزقوتي دليم إمام وخطيبهم براستي أرشيوان قرصة براستي مسؤوليتك أوان دا قرص ما لسشانا والله أقاما لخوما النبي والله إلا دنيا الرسوة دا بين والله إلا قيامة الرسوة دا بين لو يخوشو يستان تماشا دا كان يعني تبليغي أو قرآني زور لاواز بوا لا بيشواتي كان بو مأمو مكان لبروي روزه چان داعیه چی گوره محمد راتب النابلسی یادی بخیر بی فرموی گنز بوم سوملای شیخ متولی شعراوی ماله گوتن نصحتکم بده نصحتکم فیر که حزم لیه لدعوه بانگوازی لو رگایه ده سود و قازان زیده ور بگرم محمد راتب النابلسی گنز بو سولای شیخ متولی شعراوی شیخ متولی شعراویش براستی گوتی استا دادنیشی ساعتک دو ساعت نصحت من دکا الا کرم مر دانشا او هذا بي او هابي او هابي گوتی بدو شي نصحت کردم گوتی برو تا گوتی دو شکش او بو گوتی کرم او قسی کوا دیکي خلق لید ببینیتن بله ادب عربيه کي او قسی کوا دیکي لزمان دردسي او قرانه کدي خيني او گريانه کوا دگري او دعايه کدي کي خلق باليد لید ببینیتن زبراستي يگله هوكله هوكارانه کوا خلق لا قران دور بيتو عملي بيناك يعني وراسي بيشوايا كان لا خوم هو بقدر بيشوايا كان زور زور مقصرا لحقي او قراني يا كم شد لا خين دنوي دوام شد لدنك زور كسيد لي ام دنك من اخوشه دبيني خطي زور ناخوشه
دسته یک دو دوره خطی یکم خط دردستی فیر خط دبی انگلیزی نازانی دو دوره انگلیزی دخینی فیر انگلیزی دبی لکمپیوتری نازانی دسته دوره چی کمپیوتری فیر دبی دنجی جو های بله دنگ توا دنگ های خوشا بلام دنجی اگلی رابین او تاری صوتیه و چی او پیانوی کوالی دی او تاری صوتی کلی دراهینا کو خود فیر کرد براسی اوها درو اگه خوشت فیر نکرد اوها خود فیر نکرد هر واحد میده یعنی ما واسه حساب بین او پرسیاری بکنین آیا دنجی زنابت ویراثیه یعنی او تا بخود حول دایا که دنگ بخشیوی لیده همون دنگم ویراثی نیه برای کنم خوشککانم بابم کس لقوم من قاری نیه بلیم مامستانیه ملانیه ملایتشان نکرده احتمال لامنیش باشتر بن ملای بلیم ام برغبتی خوم او رگای مال بجارده نگ رغبتی ستا و ست ستا ملیار و ملیار و ملیار برغبته و بلام لمن داله و هولم دای زور که هول دا فیر دبی پیغمبر صلی الله علیه و آله فرمود انما العلم بالتعلمی او زمان وسط ما او امامانه که پیشوایتی لو خلچی دکن مزگوت چی گورو گوریان هندک دلیم داجیریان کردیا هندک دلیم خدمتی تی داد کن بله اوانی که داجیریان کردیا او پیشوایانه حق خویا ندایت صح حق قران صح حق امامتی صح حق دنگ بله هول نادن هول مثلا لذی چ دانشا بروکن یک چ دنگ خوش ما مستاک فیرت کاتن اوزا لروی لحن و آواز و یم بخود تقلیدی بکا پیش ناکا ما مستا تقلیدی او شیخانه او الانترنتی زورن ماشاءالله تقلیدی وام کا هیدی بس ما دی بونی دی سالک دو سال سه سال بلام لی والله دنگم ناخوش شکای لکول خود بکا یوا دنگ ناخوش پیغمبر صلی الله علیه و آله فرمی زین القران بی اصواتکم الا لفظ دارمی حسن القران بی اصواتکم فإن الصوت الحسن يزيد القرآن حسنا قرآن بخوي عظيمة قوريا بيروزا بلام أتو زيادة رغبتكي لنا وضلي خلشي نزيق دكي بله ما استجان هندك آيات ما بدن جي خود اللي بخيني كإسلا بآوازي خود يعني بزقل التقليد هندك آيات كا بخود رامد سان سالي رابردو هندك أو يعني آوازة چي خوما بو أعوذ بالله من الشيطان الرجيم سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم بارك الله خواهر ادن قد هر خوش نازب کا ما سجان بجدار هیت پیش برچی دن خوشید کردیه لنا کردستان بی لدر کردستان والله نخیر بجدار نیو بس لنا مز گفتو تنها مز گفتو لا دز گرا گان گنا کانو فز کانال کان فزای یانو تلویزیون انا اندک زار بلام وکو بجداری نخیر بجداری هیچ پروژه نبو مثلا بجداری که نیتی و تیوی لا پیش برشی خود حاضر که اگه پیش برشی هبی مثلا بجداری که لا پیش برشی کن بخوی زنی سید دائما او پیش برشی هنه که دکری کاتی خوی که گنز بوین طاقت چی زور ما نبو مثلا ساعت اک دو ساعت سی ساعت دماخین او وسائلان نبو با مسابقاتان استا که پیدا بوا همش گنزن الحمدلله گنزی زور ریکو پیک لسره تای 2000 مزګفتی ونده ازدحام ده بو او مزګفتی نو یانه نو براس است الحمدلله مزګفتی خوش او ګورو ځوان او ګنځه برزانه دنجان خوش ایمانیان او چې بل ایمان چې فريش یعنی ایمان چې تازه او ګنځه برزانه دنجان خوش براستی ځای فخر شان ازینه خوای ګور موفقت کې ان شاء الله سر کوته بي ما استاد جان او پروژه مثلا تومار کردنی ختم قرآن و سوره و هنده قرآن خویندن و آنت نیه هنده قرآن ده تذیر کردو بلا ما آیا وکو پروژه تومار کردنی قرآن ده بکاملی نیه والله بخوی سالانه لما جر رمضان تمن زور قرآن دخینی لسرطای 2000 تقریبا نیو قرآن من دخینی یعن سه تاره جو قرآن من داخلیم بله میاست او طاقتی خالچی نمایه بله لدو من نیش من لبرو یا گبی خینی بی که اینی و کس نمیل لدود این اگر سر رقم بینه سلوی تزیل من داخل لمس گفته
او زيازاني كبل لابتوبي لو شتاني او اميراني كواي تمام بلام وكو اينا بك وكو او استوديو يعني استوديو زخم انسان بي ماندينا بي باشان بإسراحتي بي عندك زار لنو يجد بيني رمضانا اتو لا وزعج طبيعي ني قراني تزيل لك احتمالا عندك زار لآياتا شي دوسي غلطة عندك دبروي قرآن خندنش ربطة بندا با وضعيتي قارئ يعني اگر نفسيا مرتاح نبي دنگو بابلين قرجي يان نخوش بو يان ماندي بو يان زور گرم بو اوش تأثيراتي خوية براستي بطيب رمضان لواني بروج هلاق بي بشي او دنگا بتوايني در نسيلة والله او شش حفت سالة دس سالة تقريبا لبسبب السكري ونخوش اوشتانا تأثير دكا مثلا تيني دبي يان شتا چي دخوية تو مغربان افتار دكا رجعی سوکریت برز دبیت آن همون تأثیرات خویه. بله پیش 10 سال پیش استا تمام دنگ صندی عمرت جوره بی فرق دکه. بله. از لو تزیل کردنش انسان دبی دائما مادام لو قرآنیه وری برز بی و دائما رانه وستی دائما ابداعی خوب که تا دم ریت. بله. ما اونسا جناب ماشاءالله دنگشی خوش و نهازت هیا. آیا من دالکانی خود هیچیان او رئیس که جناب تیان نگرتیا باشیوی اللهی من داره کان و کس کان جوره نتونه رجای خویم کرکانش دویان کس کنه چی جوره عبدالله ایش اصلاً بی تصرفی ششی عدادی ایش دنج مناسبه اگه اهتمام به دنج خوی بده یعنی کو مثلاً دل که لبیده دست پیدا که گنس پیدا گوتره دنج چی خامیه دنج خام معنایشه یعنی بهره چی هیا اگه بیتو زیاتر خوی اهتمام به خوی بداتن گرنجی با خویب دا بدنگا کهی بطنی دادنی چی لذی چی بسماعی بی او بخینی راستی دنجی مناسب دو بیازا عبدالله دنگا چی مناسبی اگر خوی ماندی بکا احتمالا لذی من بگریتو امنیش تی پرینی انشاءالله هیوادارین که هانی بده و دستباری بگری لوی بتوانی او رسکی زنابت برنده انشاءالله والله او سالش هنزتی سلپی ششی دلی تواکم اوزا اهتمام بخوام دم امامتیش زاری بار بکا اوزا بزانین او سالش لسا خیران با تاو بی بزانین کرده بید خوشویستان که عبدالله آمده ایلی کانا بخیراتین دکین زور سپاس با ام درفتا که عبدالله اوکو قرآن خویندنو آنا ختمت کرده والا انشاءالله بله الحمدلله لروی مقامات آنا هیچ بهرد بخود دای آنا تقلیدی زاری دروی والله مقامات زور شعر زایشتم لینیا بس زیادتر تقلیدی ما مستعی کن و شیخ کنی در روی ولاد دکم. بله. استا هندگ اتمن رو بخوینی. يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير استكانت خوش بي أو أن تقليدي الشيخ شي هو والله هو الشيخ منازم بس لم يجا جيم دابي تقريبا نزيك يسي تار سال دابي بله بله تس خوش بی خواهی گرم وفق که انشاءالله سرکتو بی انشاءالله بخیر بسر تاوان سلام بی ما استاد جان دیار زنابت وکو خلچی هولی ری تو چیز زانی آیا جلو که قارئه تو کان یعنی او تل روی مقامات و جلوان راناگری یعنی تقلیدی دنجیوام که بشوازی ترچی بخوینی لقرآن وشتیوا والله لحنشتا یکان آوازی ترچیم زور پی خوش بو لحولی ری
لە زۆر مزگەوتەکان دەمخین ماڵێ ئاوازی تورکیش تەمان بە شەرت و مەرجێک کە حروفەکان نەگۆڕین لەبەرەوەی ئەوان کە تورکن دەخێننەوە زمانی خۆیان نییە زمانی عەرەبی ماڵێ هەندێک حرفێ پیتێ مەسەلەن واو واوی دەکەنە و و و یعنی بە جوانی تەلەفزیون یعنی شەرنیە کە تو تەقلیدیوان دەکەیەوە غەلەتەکانی غەلەتەکانیشیان تەقلید بکەیت ماڵێ غەلەتەکانیان یعنی چاکەیەوە لەبەرە تاثیر دەکەوە قورآنە ئەگەر هەندێکمان بە ئاوازی ترشتی بۆ بخینی فەرموو أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام وما أنا بظلام للعبيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد بارك الله جزاك الله خيرا ما هو ساجان وكو إجازة لروي قرآن خير نوع علوم التجويد و ئیجازەکان تێ خوێندیتێت لە بوارانە هەڵای لەکن زۆر مامۆستای بە ڕێزم خوێندێ ئاخر جار لەکن شێخ حامد العانی بەڵێ بەڵام ئینسان مەسەلە ئیجازەی شێخ قەناعەت هەیە کە ئیجازە دەداتێ بەڵام ئەمن زۆر پەرۆشی ئیجازە وەرگرتنی نیمە بەڵێ چکم ئیجازە وەرگرتن ئەندەک جارە تو قورانی زۆر بەتەواوی دەخێنی باری تەندروستی و ئەوەت باشە هەندێک جار دەبینی کە وەزعیەتی دەروونیت مەسەلەن نەخۆش ئۆشتانە دەبینی ئەحتیمالە هەڵەیەک بکەیت لە مەددەچی لە ئەحکامی تەزوید ئەجە بەڕاستی وە بلێ باشە ئیجازەم نیێ بلێ باشە ئیجازەم وەرگرتیە بەڵام ئەگەر بلێ ئیجازەم وەرگرتیە بارەکە زۆر قورس دەبێت لەبەر چ خەڵک تەواوی ئەعتیبارت پێ دەکەدەلێ ئەوە ئیجازەی قیراعەتیە بەڵام ئایا ئەتو حەقی ئەو قورآنەتدایە بە تەواوی ئەو ئیجازەیت وەرگرتیە هەزامەت ترسەکەم لێرانێ مەسەلەن ئیجازەی مەلایەتیە ئیجازەی قیراعەتە ئەو ئیجازانە مەعنەویە بەڕاستی ئیجازەک نییە بچی لە بازاری بلێ موهەندیسم دکتۆرم عیادەی پارەی پێخازانت بکەیت ئیجازە چی مەعنەویە دەبی مەعنەویەن بی پارێزی پاراستنیش زەحمەتە بەڵام نەک یعنی ئینسان متەڕەدید بیان ینی مسەیتر نەبی دایمان هەوڵ بدا زیاتر فێری بقەز مامۆستا جیان لە ڕووی مەقاماتەوە وەکو دەرس و دیراسە و یان زانیاری و مەعلومات تێ لەسەر مەقامات وەڵاهی بەخۆی مەقامات چییە لەبەرەوەی هەندێک زانایان لە زانانی ینی ئەو سەردەمەی زۆر بە پەسەندی دانێن هەندێک لە زانایان لێ زۆر تااقەت و قوتم ندایتە وەکو مەقامات بەلام دەزانم کە لەحن و ئاوازەکەی دەخینم هەیە زۆر معلومادەری ئەوە سەبایە ئەوە بەیاتە ئەوانەی هەندێک نەبڕەی بابلێم ئەوەی تێدا خەمناچی و حوزنی تێدایە یعنی مەقامات تەدبیر دەکەی بەڵام بێ ێزانانی مەقاماتەکان سەر وەکو فترا دەزانم مەسەلەن غەلەت ناکەم لێم لەو مەقامی بێم ئەو مەقامی وەکو شاز بیتن بەڵێ مەزانە ئێستا مەقامی لێ جێژنان دەخیندرێتەوە پێ دەگۆترێ ماهۆری ئەوە شم دەخەڵکی جێلێ بووە بەڵێ دەلێن ئەوە ماهۆریە دەتوانی هەندێکمان لەو بخینی لەو مەقامە مەسەلەن ئەو مەقامە زیاتر لە کاتی جێژن لە سوورەی ڕەحمان زۆر دەخیندرێ مەسەلەکە چییە مەسەلەکە وەکو دڵخۆشێکی تێدایە بەڵێ دڵخۆشیەک سوورەت ڕەحمانە جەمی باسی بەهشت هەیە بەڵێ جێژنەشە جێژنە سوورەت ڕەحمانە جەمی باسی بەهشتێ دەکا ئاوازەکەش خۆش ئاوازە چی ینی ئینسان دڵی دەکرێتەوە بەڵێ لەوێ پێ دانێک ئەو ئاوازە لەو جێژنان
مثلا آوازه لتازيان دخين دريتو بله خلق وهالي راحت يا فرم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان جزاك الله خيرا خواهی گوره او دنگت هر واب خوشی بمی انشاءالله سلام الله ما استاد جان دیاره سرتا باسی اود کرد یعنی قرآن خوانی عراقی کن با ولید ابراهیم و حافظ اسماعیل و آنها سرسام بوی تقلیدی واند کرد وی تو یان او تهر سرس خود بوا والله کاتی خوی نالم لا عشتا کن لا سایم دکرد نوا طبعا او کاتی که انسان نبرات الصوتي اقام ما عندي النبي قنز بي الزور كان زي استا تقليدي احتمال الدقة رئام قازيات ريش مالي ميش شي وردة قريب استعدادي دنجي هي وناس كدنجي ازا حافظ خليل اسماعيل يقلا اعلى مكان عراقة وراستي دنجان دمني دمني بزرنا بيت مالي تتواني بي عندك مالو خيو أعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام ما شاء الله خواهي قبر موفقتك إن شاء الله ما أستاذ جان آية قرآن تنها لبخوين ذنو دن خوشي أعوازا يعني أو تبيوستا إيشي بيبكينو عمل ما لقريدي هبي حقيقة يكمشت قرآن تنباشيكا عقيدة أخلاقها معاملاتها سيروش قرآنية أو الزور زور قلين قا يكم شد كسؤالا لا دايك من عايشي كرا درباري بيغمبر صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم سؤالك لو يبو باسي أحكام بيغمبر يعني باسي أوانك لك بيغمبر أحكامي فقيد زاني بيغمبر صلى الله عليه وسلم سيروش قرآني يكم شد كان خلقه القرآن إماش تاخيربوني إما براستي في الشوايا كان أمتي في غمر صلى الله عليه وسلم وابا باش كوتين لبروي دسما بو قرآن نقرد وكو أخلاق وكو عقيدة أدب باش عن معاملات زاني بفقي زيادة الاهتمام بيدا
لصح سابي عقيدة وأخلاق يعني أقا من إمام الخطيب أقمم همو آياتي معاملاتهم لبربو همو فقي تسار مزبكانهم لبربو أقا طبيعات وأخلاقهم باجنا بلغة خلشي أو إسلامة سيسفادة لمن دكا أو خلقة سسود وقازان جي لمن دكا لهمان شيء كادا عقيدم تواه النبي لولا أحكامي فقيم همي لبربي لسهر تسار مزبش نق إمام الشافعي أقر علماي وكو مستواي مفتي لكردستان احتمال هبي تنها لمذهب الشافعي بلام لتسار مذهبك هنيا فرضا قال لتسار تسار مذهبيش بويا علامة همود لبركرت بلام بيوست بعقيده چباكه وكو عقيده پیغمبر صلى الله عليه وسلم اما عقيده لو خلش ديار ناكن قران وسنة عقيده خلش بديار دك عقيده چباك بي خدا و پیغمبر لي درازي بي باشان اخلاق وكو اخلاق پیغمبر وكو اخلاق خلفاء الراشدين ونيا بله ام ليران اگ اخلاقي او صحابانم نبيتن ام باس خوم دكم باس يك يك ناكم يعني درسي بده ما خلق درسي بده ما خوم اول زاري دبي براستي او قرانا اگر دست ما بو قرانا گرت و خدمتي او قرانا ما كرت نقله بر كردن اشتنها ابرو زور كسيا اگ قراني لبر كرت ببي عمل وببي عقيده وكو روشت وكو نسخه زياد دبي وكو نسخانه كلام مزغوت مزغوت كان ديان بيني مثلا مزغوت 1000 2000 نسخه قران بله اگر امر قران ولا بركرت بكاملي وشي او لبرم كرت اگر عمل شمبيونه كردو اخلاق موك او قران نبو هذا نسخه كزياده نسخه كم زياد كلو وكو نسخانه كا الى رمضان اگر بخين دريتو بحقيقه ما صار وزعي مزغفت كان لرو التراويح و نيجو انا دنجي بيش نيجو كانو انا تسوند بيني استا وراستي هنديك غنس پیدا بوينا خدا امثال يان زياد بكا زيگاه شي زور يان پر كردي تو ما مستاي غنس امام خطيب غنس بلم هنديك ما مستاي قديمش ك سرور ايمن است سان دي سر ايمن حق وا استام قدنگم تو اگر بكل شي او خلقين عاد ليرا دبي يك شي بينم او خلقا لذتي لي ور بگري مالا و ايماني في برزبي نك امن تاپونيه ب وراثت امن يان كرم نا او مزگفت لوکزنیا او بنزگفت بنایاکا هر کس اک دوری استکرده بی باید شک پیش وایتی بکا اقرأهم اعلمهم با الوانه بیتا مراستی ازا مزگفت اگر حال و وضعی مزگفت کانش باز بکن مراستی کارسات اشی زور زور گوری لأمت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم و طایبتی مزگفت کان ایما که شوان کبیه داری پیش رمضان پاش رمضان استاج رمضان او مكبراني لسا مناركان لسا مزقوتكان براستي كارساتا براستي ماساتا كان جين حزب يدكي كانت تسوية دولتك مثلا اما دليم كدليم تركيا اهتمام بشتكي ددن اهتمام بله. مؤزين كان ددن دورات يعني لو دكناوا هم مكسك نابيتا مؤزين كبوا مؤزينيش لو كس نيا بانك دا لو مزقوتي غير مؤزين نبي يعني مستوى لروي دنگو مقاماتو گرنج دنگو لروي دنگو واش اهتمام بمقامات دانوان اما مثالا چه ترچای دانم معنی اونیا اما دنگ ما خوش نی اوان دنجان خوش تر لیما بله. اوان دنجان خوش سبینان بمقامه چه دخیل نوا یعنی شایسته کاتکی بیتن بله. نورانان بمقامک عصر بمقامک مغرب بمقامک و عشایش بمقامک که سؤالی لو قاری اکر گوتی لو با پینز مقامان دخیل نوا و تی او کاتی لسردمی دولتی عثمانی مایتا اوشتانا يعني هنده كي نابينه مثلا يعني كار نابينه مثلا نازاين سكاته كا لخوي هذا سجد داتي اگر لمقامات بزاين داتي ونيو رانا يعني هو عصر يوم مغرب وعشاء اما بس تم لروي تنظيمي يوم وزارة اوقاف دورات زورا با قادرش او بكا اواني اختصاصي دنجانه با اجباري با اجباري چه موازين اللي هم زغفتي قاسي بقوله بانك دكاكا بانكي تانو با بيكات خادم يعني انا معاش ورده يعني دفري يعني دفري بكو يعني فيري بكاتن اتو شوان ورده ربزان او ما ساعه يعني هيك لا خارج بي يعني هيك تازه مسلمان بي او لاقته لدوي دغري او زاوي حيرانه دلي او لاوتش دلي او بكيف خوي كتناوي الشعر دلي نازن شعرك استيا قصدك سيت باسا ولا خلق لا خيال بس باشي بخوا تاك خلقهم بخبره اتو خلقت جيش كرت خالچی بيدينش زماني اندريش بولا سرمان راست اوانه بيدينن اوانه كيفيان بابانجينه والله
اگر بانگ بانگ بیتن والله ملحد ببی خطاب ببی خطبه ببی معاذره والله ده بیت مسلمان خلاص بس بدنگ و آوازی بانگک بی انسانی بهجنی بله یک له اسرارانه که انسان مکه و مدینه رای ده چشی بزگله پیروزی جگا کن دو دنگ خوشه بانگانی که جدل بانکی ده بی و ده زاین نو بهشته برام لیرانه که جدل بانکی ده بی دلی لیته سکت خوزگه کر بیتن راست والله ام بدیان زار لکه مزگفت ایبو من نام مزگفت دلیم خوزگه کر بای اوه راست ما استاد جان کات آموز گاهی دای کو باکان دکی لبو هندانی مدارا کان لبو قرآن خوین نور دن خوشی و آواز دوستانه چی تیه لبو دای کو باکان راستی دای کو باکان بعام همیان نه زور زور کم ترخمن لپر ورده کردین و هندانی مدارا کان لو مزگفت بو نمونه لو مانج رمضانی همو مزگفت کان اولی رستا هشتا دوره نکرایت و دوره مدارن مانج قرآنه هم دارن دیو دستن مزگفتی با بطالی به دست بطالی دستن هم مالی هم از تایا کن مزموع گنز یک جماری یک اوانه موظف و معلیم او برا قرآن دستن هم دارن خر کنه و لدور بری خوین فیر قرآنی هم کن و فیر هندک آدابی مزگفتی آدابی مالی هم بکن مالی باوکو دایی که کن او وازی هم لما دارن کن یا زور بیان ما هم از تایا کن انگو دستی هم دارن نبگرین مزگفت کن براستی با چی آودان دبی پیرمیر دکان پیلاویان سر سر و سر چاوم خدمت یان دکین دست یان ماز دکین بلهم کابره یک هفته هشتا ساله و خواهی چی پی بلی احتمال کم دید ور بگری هم یان نه بله او گنزانه که دینه مزگفتی خیر و برکت که لوان دایا پیغمبر صلی الله علیه و فرمی حالفنی شباب و خالفنی شیوخ یعنی اوی پال پشتی دعو بانگوازی گنزن او گنزانه بین احتمالیان پی بدا دوریان لوب کوا پاش نویش سبینان پاش نویش عصران او تاریخ کده دری رمضانان وکو تقلید و عادت لاولیره باب منیتن بلام که با 15 دقیقه خلاص کرد ما مستا او گنزانه انتظار دکن او گنزانه انتظار دکن سبین زیتون بگرنه و لسمینبر و نو محرابی فیر قرآنی هم بکه اهتمامی هم پی بده گرینجی هم پی بده خود پی ماندی بکه ملایتی آغایتی نیا ملایتی زیاده ملایتی دبی صحتی خود لسداب نیه خود برز زینی ول لبو خدا و پیغمبر خود برز زینی و نام مزگوت هاک مزگوت خود سفر سیاحی نیا مزگوت خود آغایتی نیا ملایتی ان نگوتی تنها لو دعوتی ملایتی لو زکات ورگرتن ملایتی لو ما مست برو لسر و دانش لب سر مدلسی ملایتی ان گوتی معنای ملایتی یعنی خدمت کاری او قرآنی خدمت کاری او دینی دست کان خود ما مست جن دیار دعا کانش براسی زور کاری گرن لکوتایکی پیجوی استاد داول لیب کم لکوتایکی بدو عکان کوتای پیدا نی بلام حزمان لیه تقلیدی او قاری آنی که بخیره دخین لبونمونا مثلا سعودی کانه یعنی آوان ترا حزمان لیه حز لیه تقلیدی شیه بکیو او رو مزگفت کانی او رو وکم مزگفت کانی پیشان نیا خلق طلباتی زور بو بله یعنی کسو داوا کاری هر طلبه کان پیشان لرادیو یکان گورانی داوا کری او زور بو خلق نازم سزاو خو طبیعتک بو 300-400 ناوی دخین دوا لبو لاوکک و حیرانک و اوچی برام استا الحمدلله خلق داوای آوازی دکا های مثلا آوازا چی معینا دیخینی و دبین دکس لولای دا گری گریان یعنی تأثیر لی دکا اوزا زاهیلا اوزا زانایا اوزا لقرآنی تی دکا مهم او قرآن تأثیری لی کرد بلام رضاو تکاو لو خلقش دکم حتی اوی زاهیلی شا روزانه هفته ده تانی ده دقه بستکن ما مستایش هفته ده دقه سارگه مثلا بلی ما مستا عریض احمد نمی قول والله وحد معنی سیا هر ما مستا قول والله وحد اگه لو شرع دکا قول والله وحد تاو تو ناو میشی که تو ناو میشی او زبه هر آوازه چی با بگری او کاتی خیناکا بلا ما تو قول والله وحد نازانی سیا هر لحن نکت جیلی بود را دز بگریانی بکی معنی زیاتر مقصد مبستکو مقصد اگل آوازه که نک قرآن کبی ازا یک لوشتانه مثلا هندك گنزو اواني تمام ميواني مانج رمضان شمانه يما بله لزي دور دور دين وخلشي منطقه شنا بله هيا نويج دريج بي باشا هيا دريج كورتي بي باشا هيا نويج ان اعطيناك قل والله ان اعطيناك قل والله يعني بس يسر اخواري لغرد نويجناك براستي بله باشا هم مانج قران ان اعطيناك قل والله يعني قران همو تو لبدايات و اخيري نابي روج رمضانان اواني نازان قراني بخين هنده قراني بخين حتى ضليان اشنا بما قراني بله زبراسي يقلو
الحناني الاوزاني مثلا ماهر معيقلي عبد الله جهاني اي دوسري او انا مغلوبه لكن خالتي من رغبتك سيدنا جان خوشه اذا قاري اكانيش امام اكانيش حزن يعني دري او خلقي خوش كان بس تقليدك اذا كان اقول تقليدك درتو او بس ستا بنزا شيست حفتا صوت او تقييمك لك ان خلتش اذا عندك با معقليش لو بخين مو او نكتش عفرتك او زور سبحان الله ضلي بمكه ومدينه وكعبي او ابو اذا دي قلت كرمت ومنيا تمكي عم الحزم لماهر قعيت ليها ولد زاني قعيت معيقلي قعيت ليها قعيت معيقلي نزاني بلي معيقلي كرد بويا قعيت لي قعيت ليش تمن عشيرتك الا كردستان مالا ازا هر واتي قيشتي ماهر قعيت لي ليون دري دجي قعيت ليها ازا يا ديان بخير وراستي انا دنجان خوش خدمة القران يا كردي اعوذ بالله من الشيطان الرجيم أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم بارك الله دستكانت خرج بي ما سجان لرمضان دائما لو يتركان دعاء خندن هي دعاء خنوت هي ديال براسي زناب شد دنقد زور كاريغيرا حزمان ليا لكوتايدا هندك دعاء بكورتي لو مخيني شكا براسي زناب زور بناوبان جي لشاري هروي خلق زور هاتي حتى من داليج لغر خالشي دستي بغرياني كردي ان شاء الله اول ناخوي لبو ناخوي لدلو لبو دلو كاريغري هي اگر لك تايكي هندك دعاء من بو خين بكورتي فيش شي دعاء كردن انسان دبي نيتي عيار دلك يتساكا لاني با تسر خدا او پیغمبر صلى الله عليه وسلم اذا باشان اگد نيتك اي صاف بو تساك بو دعاء كان لويده باشان بخوش لذت لي وردغري بخوش گيدغري گريانا كش انواع گريان حفت هش نوع گريانا يا بله بلام گريانچ اوي خدا او پیغمبر ديوي او گریانا اگر دلت ساق نبی پاک نبی گریان نایه اگر گریانی شد دیار او گریانا هاونی خدا قبولی ناکم دلو پا فرمیسی چی لتساو تا تخواری لپینای خدا رب العالمین براستی او یطفی او بحارم من الذنوب سندریای چی تاوان و گناه لسر حل لگری بو دلو پا فرمیس کی اگر رازگو بی لگ خدا از دعا براستی لگ تقوی داری و لگر وناسي لغن نيتي تساكو باك او كاتي براسي لزيتي دبيتن ازا هندك لكوتاي برنامج ان شاء الله هندك دعاي دكين خداي رب العالمين دعا ما قبول بك وخداي رب العالم نيت ما تساك بك او باك بك او نيتي اگر تساكنا براستي قل هل ننبئكم بالاخسرين اعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعزنا بالإسلام وأعز الإسلام بنا اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك نواصينا بيدك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاؤك نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك
أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وجلاء همومنا وغمومنا. اللهم اجعله لنا في الدنيا قرينا وفي القبر مؤنسا وفي القيامة شفيعا وعلى الصراط سترا وحجابا وإلى الجنة رفيقا وإلى الجنة رفيقا. اللهم انفعنا بالقرآن العظيم، اللهم انقلنا بالقرآن العظيم من الشقاوة إلى السعادة ومن الظلمات إلى النور ومن الضلالة إلى الهداية ومن الشك إلى اليقين ومن النفاق إلى الإيمان ومن البدعة إلى السنة. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك. اللهم إنا نعوذ بك من فجاءة نقمتك وتحول عافيتك وزوال نعمتك وجميع سخطك. إلهنا إلهنا يا ودود يا ودود يا ودود يا ذا العرش المجيد يا فعالا لما يريد. نسألك بنور وجهك الذي أنار أركان عرشك يا مغيث يا مغيث يا مغيث أغث أمة سيدنا محمد أغث أمة سيدنا محمد برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين يا رب العالمين. خواهي قرر أم دعانا قبرك إن شاء الله. خواهي قرر بعداش دات وزو سباس ودرفتي كما دومان كردي. خواهي قرر بعداش دات وخواهي قرر دست به تمنتو بگری انشالله برکت بخواد تمنتو انشالله او دنگ خوشت هر واب مینه زور سپاس بوم در فتا خوش ویستان بین رانی برزی برنامه صدای زیرین لیر دادین کتای امال قیه تا القیشتر بخواهی گردن سبین خواهتان لگرد.